لا تختلف هذه المحاصيل عن غيرها هنا في وادي زبيد بمحافظة الحديدة، غير أنها شهدت توسعاً عبر عملية الإكثار التي قام بها مهندسون زراعيون بجهود ذاتية. بقليل من الجهد المبذول في توجيه طاقات المزارعين، تمكن الفريق الهندسي الزراعي وبإشراف من الصندوق الاجتماعي من إنشاء حقول الإكثار لعدد من المحاصيل الزراعية، مستخدمين طرقاً حديثة في الري تهدف لمضاعفة فرص الإنتاج الزراعي للمحاصيل الأساسية. طبعاً حقل الخضار زرعنا 6 خضار، محاصيل خضار اللي هي الحبحب، البسباس، الباذنجان، البامية والشمام. في بعض الحقول تدخل فيها استخدام شبكة الري بالتقطير، والدعم المقدم من الصندوق من ضمن البرنامج التدخل المتكامل اللي كانت البذور والسماد والمبيدات. نماذج حقول الإكثار لأصناف البصل والفلفل والباذنجان والبطيخ التي يهدف من خلالها المهندسون إلى إيجاد حقول قادرة على إنتاج البذور محلياً وبجودة عالية دون الحاجة إلى شرائها، لما يمثله للمزارع من حلول مناسبة لأحد أهم همومه الزراعية اليومية. قدمنا للمزارعين هذه الأشياء، المستلزمات الزراعية والخبرات التي تغير مجرى الزراعة. فالمزارع كان يزرع بطرق تقليدية قديمة، فحاولنا نغير اتجاهه إلى طرق زراعية أفضل وأحدث بالتطورات الموجودة. يسعى القائمون على هذه العملية التي يرون أنها تكللت بنجاح كبير في حقول زبيد الزراعية، كما حسنت من جودة المحصول إلى تعميمها على كافة المزارعين في مناطق تهامة، خصوصا وأنها لم تعد سوى بحاجة لمن يمنحها بعض الإمكانيات للتطوير والتوسع.